هنروح مشاهدينا الكرام إلى خبر آخر. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروعي ممشى أهل مصر وتطوير محور 26 من يوليو، وذلك بحضور اللواء هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين. صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمشروع ممشى أهل مصر الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما شهد أيضا استعراض مشروع تطوير محور 26 يوليو في إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة للتغلب على مشكلة الكثافات المرورية. خلونا نعرف مشاهدينا الكرام تفاصيل أكثر عن هذا الخبر من خلال هذه المداخلة الهاتفية مع الدكتور عبد الله أبو خضر أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة بني سويف. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ رانيا ومشاهدين حضرتك الكرام. أهلا بحضرتك. الحقيقة جهود حثيثة تقوم بها الدولة المصرية من أجل التنمية بشكل عام، طبعا منها كما ذكرت في الخبر سلف ممشى أهل مصر وأيضا تطوير محور 26 يوليو. كيف تابعت هذا الإجراءات أو هذه الإجراءات من قبل الدولة المصرية؟ يعني خلينا نقول ان القاهره الكبرى كانت اصبحت يعني وصلت لمرحله انها بقت مدينه مغلقه او جراج كبير زي ما بنقول. صحيح، للاسف فعلا. وكان لابد من الدخول بحلول جريئه وعمل خلخله للكثافات السكانيه المروريه اللي موجوده داخل العاصمه الكبرى وتقليل هذه الكثافات من المحاور من خلال افكار عديده، منها نقل انشطه وتغيير انشطه كثير من المناطق اللي موجوده زي نقل المصالح الحكوميه والوزارات للمدن الجديده خارج العاصمه القديمه، عمل محاور جديده وتطوير القائم زي النهارده زي ما حضرتك بنشوف تطوير محور 26 يوليو في كثير من المحاور اللي تم عملها غرب القاهرة أو غرب النيل زي محور كمال عامر، محور عمرو بن العاص، نعم. القوس الشرقي للدائري اللي هو الطريق السياحي الأربعة كيلو اللي عمل تخفيف ضغط كبير جدا عن شارع الهرم، محور ترسة وغيرها من المحاور اللي اتعملت غرب القاهرة، نيجي لشرق القاهرة وكتير من المحاور اللي اتعملت للربط مع المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة زي غرب القاهرة بالظبط، فأصبح عندي محور جهان السادات، محور الحضارات، شينزو أبي، عندي محور حسب الله الكفراوي، محور الربط بمنطقة جنوب وشرق القاهرة مع وسط القاهرة زي محاور عديدة زي محور ياسر رزق، تطوير شارع 9، كورنيش المقطم، وكتير زي محور 50 اللي بيتم العمل عليه حاليا، ومحور عمر سليمان ومحور الشهيد ومحور المشير محمد علي فهمي ومشير طنطاوي وغيرها من المحاور العديدة اللي الهدف منها هو تخفيف الكثافات على المحاور القائمة مع تطوير القائم مع دخول بدائل جديدة للنقل. طيب يا فندم، رائع جدا. هو الهدف منها هو تخفيف الكثافات على الطرق واحنا بنشهدها بشكل كبير، لكن احنا شايفين الحقيقة الدولة بتقوم بدور كبير جدا في التطور فيما يتعلق بهذا الأمر. دور أيضا ما تقوم به الدولة من توفير هذه الشبكة الرائعة من الطرق والكباري، دورها أيضا في عملية التنمية، دورها أيضا في توفير ربما بدائل مختلفة خلال الفترة القادمة وليس فقط القضاء على الكثافات المرورية. بلا شك بتعمل الدولة منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 2014 على زيادة مساهمة بدائل النقل زي بديل النقل من خلال السكك الحديد ومساهمة أيضا النقل من خلال النقل النهري، ودول ملفين مهمين جدا بيتم العمل عليهم من خلال تطوير القائم في النقل من خلال سكة الحديد وتطوير خطوط المترو الموجودة وإنشاء خطوط جديدة واستكمال الخطوط القائمة وزيادة أطوالها، بالإضافة لدخول منظومات جديدة زي قطار الكهرباء الخفيف الـ LRT للربط مع المدن الجديدة شرق القاهرة أو المونوريل للربط بشرق وغرب القاهرة. عندي خط هيصل العاصمة الإدارية الجديدة وخط آخر من محطة وادي النيل في المهندسين ل 6 أكتوبر لخط مونوريل الجديد للربط مع منطقة 6 أكتوبر بالكامل. وأكيد ده يا فندم هيكون ليه مردود أيضا فيما يتعلق بحركة نقل البضائع والتجارة وحالة المشكلات الخاصة أيضا ربما بالاستثمارات. يمكن أنا كنت بقول امبارح أن توفير البنية التحتية تعتبر هي جزء لا يتجزأ من عملية التنمية، وهذه الكباري هي جزء كبير جدا من عملية البنية التحتية أو الانفراستراكشر المطلوبة لجذب الاستثمارات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
بلا شك الطرق ووسائل النقل بشكل عديد هي اهم ركائز التنميه المستدامه. صحيح. من اهم ركائز التنميه المستدامه اللي بيتم العمل عليها في الوقت الحالي، ونظرا لتوقف البناء في هذا المجال لعقود طويله، فكان لابد من استرجاع ما فات من استكمال الشبكه الموجوده وزياده بدائل النقل الموجود والتوجه للنقل الاخضر بشكل كبير للحفاظ على البيئه وصحه المواطن وما يتم العمل عليه الان، لفتح افاق جديده للاستثمار في المدن الجديده والمجتمعات القرنيه الجديده، وايجاد فرص عمل من خلال تقليل أزمنة الانتقال، تقليل التلوث، تقليل أزمنة الرحلات اللي موجودة، تقليل الكثافات المرورية على الطرق. ده بيتم حاليا من خلال وسائل عديدة للنقل، إيجاد وفتح فرص عمل من خلال عمل مناطق صناعية ضخمة، وبقى في حاجة ملحة لوجود مواني جافة. عندي في 6 أكتوبر دلوقتي ميناء جاف من أكبر مواني جافة اللي في الدولة المصرية، اتعمل حاليا المرحلة الأولى منه في مدينة 6 أكتوبر وآخر في العاشر من رمضان، بتمتد على كافة محافظات القاهرة. ده ظهرت نتيجة لوجود مناطق ومدن صناعية، فبقى في حاجة لمواني جافة لتسهيل عملية التداول والانتقال للشحن والتصدير الخارج أو لدخول الأضائع إلى هذه المدن الصناعية الموجودة. نعم، شكرا جزيلا الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة بني سويف.